في مناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وإلى شعب المملكة العربية السعودية. 90 عاما من الإنجازات انتقلت فيها المملكة العربية السعودية إلى دولة عصرية بفضل قيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء. تربطنا بالمملكة العربية السعودية الكثير من الروابط، من الأخوة والمصير المشترك. ونتمنى في 90 عام القادمة للمملكة العربية السعودية المزيد من الإنجازات. كل عام وأنتم بخير.